جبت البقسماط وجبت الزبادي وجبت البيض. مساء الفل يا جماعه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا دلوقتي هنوريكم الوجبه اللي هناكلها للجراوي اللي هم اولاد ميلو، الكلاب الميلينو اللي عندنا، ولاد كوريا وميلو. طبعا ده بقسماط، البقسماط بيكون خفيف على المعده، ما ينفعش نحط عيش وحاجات من دي. تمام، بنكسره بالشكل ده كده اهو، شايفين بنعمله ازاي؟ بقسماط موجود في المحلات عادي خالص اهو، عشان في ناس كتير بتقول ابو نور انا الكلاب عندي كبرت شويه، وصلت لعمر 30 يوم وابتدوا ان هم عايزين ياكلوا، ناكل ايه اول وجبات؟ اول وجبات يا جماعه انا يعني في ساعات بنوكل عادي اللحوم عادي، بس بنفضل الوجبات الخفيفه. الوجبات الخفيفه دي بتكون مشبعه لمعده الجر، وفي نفس الوقت لازم يكون فيها عناصر تفيد الجراوي بتاعتي. طبعا ده بقسماط اهو، الموضوع بسيط جدا وهنوريكم دلوقتي بنعمله ازاي، واللي احنا بنعمله عن تجربه كذا مره. ده بقى بندي بقى للجراوي اللي هي ايه تستاهل، يعني لما بيبقى في عندي كميه دفعه جراوي مثلا مهمه، تمام، بنمشي معاهم بالنظام ده كده، ده بيظبط معايا خالص. طبعا افضل من اللحوم وافضل من الحاجات دي كلها. في ناس بتجيب دراي وتبله وحاجات زي كده، لا انا بنوريك بقى الحاجات اللي احنا كنا بنتعامل بيها زمان مع العصافير الكوكتيل والكلام ده كله. تمام، دي بيضه نيه على فكره مش مسلوقه. وبنجيب الميه اهو، شايفين البقسماط ده هنعمل ايه؟ بنرشرش ميه كده عليه زي ما احنا شايفين عشان يبوس معايا اهو، وبنضغط عليه كده اللي هو ايه يبوش معايا. تمام، اتاكد ان البقسماط باش في الميه. طبعا بايدك، هتستعمل حابب تلبس جوانتي بقى، دي انت ليك الحريه. هات شوط ميه كمان يا سيدي. طبعا بعد ما جهزت البقسماط وسبته زي 10 دقائق لما بقى طري خالص، تمام، بنجهز البضايه بتاعتي. ما تكترش بيض، عشان في لما حد يقول لك مثلا كالسيوم والحاجات دي، لا ما تاخدش بالموضوع ده. حد يقول لك كتر بيض عشان الكالسيوم، لا ما تضغطش على الجراوي من اول مره، بضايه واحده كفايه اهي. تمام، وبنجهز الزبادي بتاعتي زي ما احنا شايفين، ادي الزبادي بنفتحها بالشكل ده كده اهي. ادي الزبادي يا جماعه. طبعا انتوا عارفين ان الكلاب الصغيره بتفضل منتجات الالبان. انا اسف ان انا بستعمل ايدي كده، تمام، لان طبعا الموضوع بيكون اسرع. شايفين بقى انا كده قلبت ازاي اهو، شايفين الخلطه اللي انا عملتها دي. المهم يبقى فيه عناصر، انت الفكره كلها ان انت بتزود عناصر غذائيه اهي. عايز بقى نحط شويه سيريلاك معاهم ماشي، عايز نحط شويه فورميلا موجود في الصيدليه البشري ماشي. الفكره كلها ان احنا بنعمل خلطه كده، تمام اهي. اهم حاجه اوعى تدخل الاكل ده والام جوه، مش هتلاقيه. تمام، الاكل ده في حاله ان احنا بنخرج الام بره عشان تاكل. طبعا ده افضل غذاء مناسب للجراوي بتاعتي اهو، شايفين الشكل عامل ازاي. يلا بينا بقى نعرضه على الجراوي كده ونشوف رد فعلهم هيكون ايه مع الوجبه دي. طبعا يا جماعه هم دلوقتي زي ما انتم شايفين منتظرين الاكل اهو، شايفين واقفين لي ورا الباب ازاي. يلا بينا نخش جوه كده عشان نشوف هيعملوا ايه مع الوجبه الجديده دي. تعالوا 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 تعالوا، نصوره من القش الاول كده، نحط بقى عشان نشوف كده هيدوسوا فيها ازاي. خش عليه، خش على الوحش، خش على الوحش. دوق دوق بس، دوق وقول لي رايك يا عم، دوق وقول لي رايك، دوق وقول لي رايك يا عم اهي، دوق وقول لي رايك. طبعا زي ما احنا شايفين يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، لا بيدوسوا في الاكل كويس اهو.
اهم حاجه شطارتك انت كمربي كلاب ان انت تستعمل الوجبات اللي هي كامله العناصر اللي هي بتفيد الجرو بتاعك في حالته الصحيه او الصحه العامه بتاعته. تمام، هنا انا بنسيبهم طبعا الام بره، ما ينفعش ان انا ندخل الام في الوقت ده لان مش هنلاقي الطبق ده خالص. الام بقى ليها نظام اكل ولها وجبات تانية غير الوجبات دي. فلو انت بتتصل بينا كتير على المزرعه وبتتصل بالناس اللي شغالين معانا وبتسال يا جماعه انا عندي جراوي عمر 30 يوم او عمر 25 يوم وبداوا ان هم ياكلوا وانا بشوفهم بياكلوا اكلهم ايه، خش بقى على الموضوع ده يا باشا. يبقى لو انت حسيت بقى ان انت استفدت من الحلقه بتاعتنا ما تنساش تعمل للفيديو ده لايك وتشيره عشان الناس تستفاد زي ما انت استفدت والجميع يستفاد. وما تنساش كمان ان انت تكتب لنا في الكومنتات رايك في الحلقه دي، وما تنساش كمان تكتب لنا ايه الحلقات اللي انت عايز تشوفها مع اولاد ميلو الفتره اللي جايه. طبعا بسم الله ما شاء الله احجام وشكل اهوت واضح جدا، زائد ان الوجبات الغذائيه دي هتفيدني بعد كده في حجم جراوف في صحتهم العامه، وهتفيدني كمان في المناعه بتاعتهم وجسمهم والرشاقه بتاعت جسمهم. تابعوا معايا الفيديوهات ويا رب تعجبكم. احنا دلوقتي بناكل اهو، تمام، لو حسينا ان الموضوع ناشف شويه نزود شويه ميه صغيرين. يبقى هنجيب مثلا ولو نفترض مثلا ربع كيلو بقسماط على 3 زبادي على 2 بيضه ونقلبهم على بعض كويس ونفرم البقسماط كويس، وطبعا البقسماط لازم نحط ميه عشان يبوش بعد ما نبوشه، تمام. وبعد كده بنبدا ان انا نوكل الجراوه بتاعتي. متاح بقى ان انا في اي وقت كده نزود شويه ميه عادي. طبعا زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله نازلين على الاكل وبياكلوا بطريقه كويسه جدا. ويلا بينا نخش على جروه الهاسكي بنت ليلي كمان نجرب معاها الاكل ده ونشوف هتعمل ايه مع الاكل ده. هوريكم بقى دبدوبه يا جماعه وقولوا بسم الله ما شاء الله. شوفوا الدبدوبه دي بقى، دبدوبه منظرها مش طبيعي زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله، حاجات جميله جدا. يلا بينا نعرض عليها الاكل كده ونشوف هتعمل ايه مع الاكل ده، مع ان هي مش محتاجه على فكره. اهي احنا اول مره بنمسك الجرو كده اللي هو نخليه يدوق. طبعا اهي بدات تاكل. شايفين يا جماعه بدات تاكل اهي بسم الله ما شاء الله. طبعا دي شبعانه عشان دي واحده بس، فهي بسم الله ما شاء الله شايفين حجمها، يعني حجمها جميل جدا عشان واحده بس. يلا كلي كلي كلي. يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه ديت، وتحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل الناس اللي متابعانا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب. وايه رايكم في موضوع الحلقه؟ تحياتي للجميع، كل سنه وانتم طيبين، من ثالث يوم العيد بمسي عليكم.